بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كنيسة أم واعية بتحب تنبه أولادها إلى خلاص نفسهم يعني، فبتنتهز فرصة نهاية السنة القبطية وتكلمنا عن نهاية العالم، ودي العلامات اللي السيد المسيح قالها إلى إشارة إلى قرب نهاية العالم يعني. وطبعا محدش هيقعد لغاية نهاية العالم، لسه سنين طويلة يعني، لكن بتتلخص العلامات في خمس حاجات. الحاجة الأولانية إيمان اليهود بالمسيح، ودي قالها معلمنا بولس الرسول: لا يأتي، يعني المسيح ما يجيش إلى أن تصير الأرض للرب ولمسيح. وإيمان اليهود هيكون بداية نهاية العالم، وقال معلمنا بولس إذا كان رفضهم أدى إلى إيمان العالم كله، إيمان الأمم، فكم يكون قبولهم إلا قيامة من الأموات. وده اللي هيحصل، إن قرب القيامة العامة اليهود هيأمنوا، ودي هتبقى بداية علامات الساعة أو نهاية العالم. دي العلامة الأولى، ودي حاجة يعني غريبة أنها تحصل يعني، لأن اليهود مستنيين المسيح، المسيح يجي يعني، بيعتبروا أن اللي جه مش هو المسيح يعني، عشان كده ما بيؤمنوش بالمسيح الذي أتى، وينتظرون مجيء المسيح. العلامة الثانية الحروب الكثيرة، تحصل حروب كتير قوي، ما يبقاش في مكان ما فيهوش حرب، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكثر المنازعات في العالم كله. طبعا هو في حروب دلوقتي موجودة، بس مش في كل العالم يعني، في بلاد ما فيهاش حروب يعني. حد يقول ما الحروب في كل زمان موجودة، بس مش بالصورة اللي هتبقى في مجيء المسيح أو في الأيام الأخيرة. دي العلامة الثانية، تكثر الحروب والمنازعات. العلامة الثالثة بعد إيمان اليهود وكثرة الحروب، ينتشر الإيمان في كل مكان. يعني ينتشر الإيمان بالمسيح في كل مكان، والكل ينادي بخلاص الله. ودي نقطة موجودة، الميديا دلوقتي ما كانتش موجودة قبل كده، والميديا مدية فرصة للكلام عن ربنا في كل الأديان يعني، مش بس في المسيحية يعني. لكن طبعاً دي خدمت الكرازة بالمسيح في العالم كله. الحاجة الرابعة، تكثر الأوبئة. طبعاً احنا عندنا وباء خطير اللي هو وباء كورونا، وفي الموجة الرابعة دلوقتي بقاله تقريباً أكتر من سنة ونص، يعني حوالي تلتين سنة وتلتين سنة، يعني حوالي تقريباً 20 شهر بينتشر موجات تبدأ وتنتهي. لكن ده مش هيبقى وباء واحد، أو بيئة كثيرة يعني. والأمراض دليل الضعف، يعني انتشار المرض
دليل ضعف الإنسان. الحاجة الأخيرة كعلامة تحدث قبل مجيء السيد المسيح، احنا قلنا إيمان اليهود، انتشار الكرازة بالمسيح، انتشار الأوبئة، وكثرة الأمراض. آخر حاجة في العلامات الخصومات الكثيرة، خصومات والمنازعات بين الإخوة وبين الناس وبعضها، ما يبقاش في سلام، ما يبقاش في محبة، ما يبقاش في يعني تلاقي بين الناس، يبقى في نفور، الكل ينفر من الكل. هذه العلامات تؤكد ان الشيطان لما يحس ان خلاص الزمن هينتهي وفرصه خلاص هتخلص فينشط الشيطان. عشان كده آخر كلمة جت في الإنجيل النهاردة اسهروا، وهي دي بقى اللي عايز أركز عليها، اسهروا. مش اسهروا يعني ما تناموش، فيش حد ما بينامش، ودي ضد الطبيعة البشرية، حدش ما بينامش، ولكن السهر بمعنى اليقظة، إن الإنسان يبقى يقظ، الشيطان ما يسحبوش لخطية هو مش دريان، أو دريان ومبسوط، يستيقظ لنفسه بمعنى إنه ياخد باله من نفسه لألا تضيع عليه الفرصة. فاسهروا هنا معناها إن الإنسان ياخد باله بقى، لأن ممكن خطية صغيرة تقود إلى سلسلة من الأخطاء، ممكن كراهية صغيرة تقود للقتل، ممكن حاجات بسيطة ممكن تقود لشهوات كثيرة ولأخطاء عديدة. فعشان كده السهر مهم، إن الواحد ياخد باله، عينه واخد بالها من حياته، أي فرصة يحس إنها هتؤذيه على طول يبعد وما يستسلمش للشر. اسهروا. وطبعا السهر معناه في الأمثال بتاع الملكوت إن زيت الآنية يكون مليان مش زيت المصباح. تعرفين الخمس عذارى الحكيمات والجاهلات كانوا بعض زي بعض في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة، يعني كلهم معاهم مصابيح، كلهم مصابيحهم فيها زيت، كلهم مستنيين العريس، كلهم ناموا لما أبطأ، زي بعض في كل حاجة. لكن لما جه العريس المستعدات كان معاهم زيت في الآنية، لكن الجاهلات كان معاهم زيت في المصباح بس. زيت المصباح يشير للبر الذاتي، لكن زيت الآنية يشير لعمل الروح القدس في الإنسان، وإزاي بيشترك روح الله مع الإنسان في العبادة. فدي النقطة بس اللي بتفرق بين الحكيمات والجاهلات. الآنية ياخد منها ويملى المصباح، كل ما يفضل المصباح يتملي، زيت الآنية ما يخلص، لكن زيت المصباح يخلص، ده البر الذاتي. لكن بر عمل الله وعمل الروح القدس ده ما يخلص أبدا. فزيت الآنية هو ده اللي بيميز السهرانين اللي فعلا منتظرين العريس لما يجي، مصابيحهم جاهزة وأوانيهم مليانة مستنية مجيء العريس. وهو ده السهر بقى، السهر اللي يخلي الإنسان مسبح، مصلي، سهران على نفسه، واخد باله من حياته، له أب اعتراف بيتابع معاه حياته،
دايما الأسرار حاضرة في حياته، التناول باستمرار، واخد باله من نفسه كويس. ربنا يدينا إنه تعبنا ما يضيعش، وجهدنا ما يروحش على الأرض، وحرصنا يظل دائم حتى نصل إلى الملكوت الأبد السمائي. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد.